ولا لا، نسمع الجمهور بيقول ايه ونرجع تاني. ماشي. والله كابتن غانم سلطان يعني من الناس المحترمين جدا، ومن جيل كابتن طه بسري وكابتن فاروق جعفر وكابتن حسن شحاته، فاحنا بنحترم جميع الاجيال. بس الجيل السبعينات ده انا يعني حضرته، جيل محترم جدا وكان فيه علاقه ود بين الاهلي والزمالك، فانا اتمنى ان العلاقه دي تستمر وتدوم. كابتن الخطيب كان بيروح الزمالك، وكابتن حسن شحاته بيجي الاهلي، فاحنا عايزين نعلم الاجيال الصغيره دي معنى الانتماء، وانك تشجع فرقتك وكل حاجه، بس يبقى في علاقه ود واحترام. كابتن غانم سلطان واحد من رموز الجيل الجميل اللي هو يعتبر بالنسبه لنا وعينا على رموز الكره في مصر، كان كابتن حسن شحاته، كابتن غانم سلطان، كابتن فاروق جعفر مصر، كابتن مصطفى عبده، كابتن الخطيب، كابتن طه بصري، دول يعني اللي هم مع الميديا وبدايه ظهور التلفزيون، هم دول اول ناس تقدموا وعملوا شعبيه للانديه الكبيره في مصر. طبعا هو لعيب كبير جدا في الزمالك، وكان من تاريخ الزمالك اصلا، يعني كان حاجه رائعه، يا ريت تتكرر تاني. كابتن غانم سلطان من الناس القديمه، اللعيبه القديمه، كان مركز دفاع قوي جدا، والجيل بتاعه كان جيل قوي جدا يعني، واتمنى ان هو ينقل خبرته للناس واللعيبه والجيل اللي موجود دلوقتي بالتزامه وحبه لنادي الزمالك، وربنا يوفقه. هو كان لعيب ممتاز، يعني ارجو ان اللعيبه ياخدوه كقدوه، انه استمر في الملاعب بدون مشاكل وكان بيمثل مصر، فربنا يديله الصحه. كابتن غانم سلطان ده كان لعيب كبير من ايام الخطيب وحسن حمدي وكده، وراجل على خلق ولعيب كبير وفي النادي الزمالك، وراجل مؤدب يعني محترم. كابتن غانم سلطان من الناس المحترمة اللي كنا بنشجعهم زمان في نادي احنا كنا زمان بنشجع نادي الزمالك ونادي الاهلي، ودول من الاجيال بتاعت كابتن حسن شحاتة والكابتن الخطيب والكابتن فاروق جعفر. كابتن غانم سلطان لعيب زملكاوي كبير، وقدم لكرة الزملكاوية والمصرية كرة قدم كبيرة جدا، وأنا كأهلاوي صميم جدا من زمان منذ الطفولة، ما عندناش طبعا كأهلاوية تعصب، وبنحب اللعيبة اللي قدمت للكرة المصرية كرة متقدمة جدا، وجيل سلم جيل سلم جيل لحد ما بقينا دلوقتي الحمد لله يعني كفريق قومي أو أهلي أو زمالك قدمنا كرة جميلة، والإسماعيلي، ومش عايز أنسى أي نادي يعني.